هل تعلم؟ الحيوانات المفترسة. أحب الأسد كثيراً، ولكن لماذا لا يمكن أن أربي واحداً في حديقة بيتي؟ لأنه من الحيوانات المفترسة، وهو يتغذى على اللحوم، مشهور بقوته وسرعته، فهو ملك الغابة. هل رأيت النباتات البحرية تتحرك؟ آه، إنه التمساح. فالتمساح يستطيع التمويه في المياه والنباتات المحيطة بسبب لون جلده الأخضر الشبيه بالنباتات. هل تعلم أن التمساح من الزواحف؟ وهو حيوان قديم منذ عصر الديناصورات، ولكنه لم ينقرض بسبب طبيعة جسمه. ما هذا الدب الظريف؟ إنه ضخم ولكنه ليس مخيفاً. فراؤه سميك ويحب الأكل والنوم العميق. إنه الدب القطبي، له حاسة شم قوية، وبإمكانه الجري بسرعة بدون أن ينزلق على الثلج بمساعدة مخالبه الطويلة. هل تعلم أن النمر من فصيلة الثدييات؟ ولديه حواجب طويلة الشعر لحماية عينيه أثناء التنقل بين النباتات الكثيفة. وهو حيوان مميز جداً، حيث أنه يستطيع الركض بسرعة 58 كيلومتراً في الساعة، كما أنه ماهر بالسباحة والقفز، ولديه القدرة على تسلق الأشجار العالية حتى وهو يحمل فريسة أثقل وأكبر منه. هيا بنا نستمع إلى أصوات الحيوانات المفترسة. زئير الأسد، همهمة التمساح، قهقاع الدب، زمجرة النمر. والآن هل عرفتم لماذا لا نستطيع تربية الحيوانات المفترسة في حديقة بيتنا؟ إلى اللقاء.